السلام عليكم، معكم سعد المطيع. اليوم ان شاء الله جينا باش نديروا واحد الحصه ديال البوكس مع الصديق ديالي طارق اللي مشرفني بالمعرفه ديالو، وتنتمنى من جميع الدراري يجيو يطريطوا، حيت الرياضه هي اهم حاجه، يبعدوا على المخدرات، شي حاجه اللي كاع غتضرب الصحه ديالو يبعد منها، ويجي تريني مع راساته. وكما كتشوفوا الحمد لله راه كلشي تنقى، كلشي واجد. ها اللي ما بغاش يجي تريني كما كتشوفوا هنايا، تقريبا تترينيها في الدار، اغلبيه تترينيها في الدار، كعارف الحجر الصحي راه ما يمكنش لك تخرج وكذا. المهم تترينيه في الدار، المهم تطريط واحد الساعه بحال هكاك، ساعه ونص ماكسيموم، تدوش تقصي ميقصوص ديالك بخير. هذا المحيط هذا فاش جات تبنى، اش غنقول لك، تقريبا اول واحد جا ليه هو انايا بدون. المهم جينا ليه تنطريطو فيه عادي، زعما اللي ما بغاش يتريني وصافي، كلشي موفر لينا. المهم بنادم خلاصه، بنادم يبعد على المخدرات ويجي يتريني مع راسه، هادشي اللي كاين من الاخر. معكم طريق البدري من يعقوب منصور. كنحيي جميع المشاهدين، واول كلمه بغيت نقول هي ان الرياضه احسن وسيله الانسان يحافظ بها على صحته. وثاني حاجه، اي واحد كيقول ان الرياضه ميسكيلاسيو بالخصوص انها انسان كيتباع بالجسم ديالو بها، فهذا غلط. فهي في المرحله الاولى ديالها صحتك، كتبني على صحتك وكتخلي صحتك ديما مزيانه. ابارسا الناس ديال الكومبيتيسيو وداك الشيء، هذوك الناس عندهم رياضه خاصه ديالهم. ثالث حاجه وهي ان الاخ سعد هو اللي شجعني على هذا الفضاء. هذا نهار تبنى كنت كنترين انا غير في البحر، هو شجعني على هذا الفضاء، لان يعني غابة فيت احسن فضاء اللي يقدر الانسان، الناس ديال الرباط بالخصوص، لا اللي في المدينه، لا اللي في لوسيو، لا اللي في اصلا يعقوب منصور، اي منطقه في هذه المناطق في الرباط، تنصحهم يجيو لهذا غابة فيت، لانه احسن سونتر تقريبا. هذا نقولوا سونتر فضاء وسونتر ديال كل شيء، ديال الكره، ديال البوكس، ديال الميسكيلاسيون، ديال اي حاجه. وكنتمنى للجميع والله يرفع علينا هذا الوباء وترجع الحياه ديالنا كما كانت سابق. ونصيحه يعني اي واحد راه نصيحه غادي غايقولها بلاصتي، اللي كيكمي او اللي كيدير شي حاجه ديال المخدرات، سواء يعني الجافه او السائله، ما يبقاش يديرها. ومن الاحسن من الاحسن من الاحسن يدير الرياضه ديالو، لان الرياضه احسن قلت لك وسيله للحفاظ على الجسم ديالنا. وشكرا.